فتوح وبيدردش مع زمايله، فقال لك بيعملوا كده مع افضل لعيب في افريقيا وفي مصر، يعني ما هيعملوا معانا ايه؟ الجمله دي عملت مشكله لفتوح. انا مش عارف صحة الكلام طبعا، بس انت بتقول حاجة، ما انا عارف اقول وراك ماشي تمام. بتبصم. فالموضوع كله طبعا عند فتوح، هو ملوش علاقة، هو الراجل طالما بتتمرن وملتزم والكلام دوت وما فيش مشكلة بالنسبة له، خلاص ما تدخلش في القصة او ما تدخلش نفسك في القصة. انت برضو مش على يعني اللي بس ممكن يبقى مقبول منه اللي يقول حاجة زي كده كابتن فرقة ويقف بس يتكلم معلش، يدافع بس دي فضفاضه بين اللعيبه، ازاي تتنقل للاداره؟ يعني انت برضو وانت لعيب، احنا اتنين لعيبه مع بعض في الفرقه وبعدين في اوضه اللبس دي بتفضفض بتقول جمله، ما هو وارد، يعني مش وارد؟ وارد طبعا اكيد. هل معناه ان في عصافير بتنقل؟ يعني هل ده يجوز برضو؟ بص انا يعني ما اقدرش اجزم على الحته ديت او اقول يعني انت اللي ما حصلش وصل او وبتاعت في اوضه لبس زميل ليك فضفض، انت فضفضت بكلمتين ما زميل ليك كل الناس عادي بتفضل، يعني؟ هي هو الكلام في اوضه اللبس طبيعي، فترة او فرق كبيره او الفرق الكبيره عموما اللي بيحصل جوه ما ينفعش يطلع بره طب جوه، انت ممكن تتغير تغييره، تخش اوضه اللبس تقعد تخبط تشتم وتعمل وتعمل، وتشتم، كلنا وارد عملنا كده، وانت منفعل انا وانت عملت كده، مش عارف كل في اللعيبه الكبيره العالم عملت كده. كله، لعيبه الكوره في العالم كله، فده طبيعي يعني اللي انت تقول اللي انت لكن دي متضايق او اسرار اوضه اللبس، ما ينفعش تطلع اكيد دي حرم يعني زي الحرم كده. حقيقه. يعني من ضمن النجاحات اللي فيريرا كانت مع نادي الزمالك في 2014 اوضه بيتعمل اللبس اوضه اللبس دي حرم، ممنوع حد يقترب منها لانه بيحصل فيها احداث كتيره جدا دي ممكن حقيقه، لا تعبر عن الواقع. هو في يعني حاجات ممكن انت كتيره تبقى جدا حصلت ومشاكل وخناقات وإنا بنلم الدنيا وخناقه وبتاع، ممكن تخلص في 5 ثواني، وفي حاجات ما بتطلعش لل لل يعني ممكن انت تتخانق تتنرفز ب5 ثواني وخلصت، بس لو تمام، طلعت بره هتبقى موضوع قد كده دي حقيقه. يعني هيفضل في شغال حاجات بقى. كانت بتوصل للراجل وفي حاجات احنا ما بنطلعهاش بره باب الاوضه، يعني حتى ما بتروحش للراجل الاوضه بتاعته، مشاكل كانت بتحصل، مشكله النهارده لعيب ولعيب وشدوا مع بعض وكلامه وبتاع واتقال مش عارف ايه، انت عملت ايه فنروح طبعا؟ احنا. انت ياما شديت طبعا، لا انت في بالعكس، اوضه انا اللبس كنت باكبر لعيب في الفرقه 2014 و2015، ما كنتش بتشد في اوضه اللبس خالص. كنت انا لا ما بالعكس، ممكن حتى لو كنت بتنرفز هم عارفين اما بتنرفز خلاص هم بيلموا الدنيا خلاص وبتاع ويهدوا الامور وبتاع، نلم بعض. كنت انا وابراهيم صلاح وحازم امام مع الناس، يعني كنا اللعيبه الكبيره بالنسبه لنا يعني اللي كانت موجوده، كنا لمين الدنيا بشكل كويس الحمد لله في الفتره ديت، والناس كلها كانت لعيبه جديده كان عندها شغف وكانوا جايين عايزين يحققوا حاجه، فكله كان بيقول ماشي تمام، وكنا بنمشي امورنا كلها الصراحه يعني. طيب هل الراجل هيتأثر بالأحداث دي مع زيزو وفتوح؟ لا انا شايف ان هو مش هيتاثر، وزي ما حصل قبل كده مع ابو جبل وبن بن شرقي شرقي وطارق حامد وكل قلت لك الناس هم اللي اللعيبه دول مكملين لاخر الموسم. وقال لهم كده، قال لهم انا فهو اللي بقول. هو الراجل رئيس جمهوريه الكوره في نادي الزمالك، يعني هو اللي بيحكم الكوره في نادي الزمالك كمدير فني طبعا، ومعاه امير، هما الاثنين اللي بيتواصلوا مع بعض بيعملوا كل حاجه في الفرقه، ده بيتهيألي اللي انا عارفه يعني من جوه النادي، فبيتهيألي لا مش هيتاثر اللعيبه مش انا هيتاثر. امير عجبني في تصريح شفته له الحقيقه، يعني لما المراسل بعد الماتش زميلنا احمد المسيري بيساله عن قصه زيزو ورفض يتكلم فيها، جدع، يعني قال له انا مش هتكلم، ده حاجات يعني جوه الفرقه مش ده هتكلم حقيقة فيها، كلمني عن الماتش صح. لكن مش هتكلم عن زيزو، عكس الفيديو اللي اتذاع بالليل. ما دي يعني مشكلة. امير اتكلم الحقيقه هنا بـ 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 بمسؤوليه، لان في الاخر زيزو نجم كبير والمفترض الزمالك محتاجه، المفترض انه هيلعب الفترة الجاية، فما ينفعش يبقى بيلعب او ويبقى هو بيلعب بكل طاقته وبيحصل فيه كده يعني. ده حقيقة، ده حقيقة. وفي بعض الحاجات اللي برضو يعني الجمهور بيبقى محترم، لما بيحصل مشكلة زي ديت الجمهور بيبقى عايز يعرف تفاصيل من الآخر، الناس كلها بتبقى عايزة تعرف تفاصيل، واحد نجم كبير زي زيزو حصل مشكلة وبتاع، الناس حتى لو هتطلع توضح الأمور، ولو حاجة حصلت لا خلاص مش هينفع أوضحها ما أطلعش أتكلم خالص، لو حاجة محتاجة توضيح والأمور تبقى سهلة يعني نطلع نوضح للناس ونقول كذا وكذا وحصل كذا يا زيزو حصل منه كذا والأمور اتلمت وكذا، فالجمهور لازم يبقى فاهم ويبقى متفاهم كل حاجة.